عاود تقول ايش؟ دحين بنتخي من؟ ابنتخي العبدلي. العبدلي خوي ضابط الاداره، ضابط الميدان. ايوه المباشر. ايوه محمد، محمد، محمد المباشر، ضابط المباشر. قلت الاولا غنيت قولا حقيقي والله يجازي من وقف في طريقي، واشكي على محمد كمنه صديقي، ما ودي اخفي ما في قلبي من اسرار. لو كان تعلم عن ظروفي وتدري، واليوم انا مشغول قلبي وفكري، من كثر جور الصبر انا ضاق صدري. يا صاحبي هذه ترى ما هي اعذار، ان كان وانك من رجال المهمات، تعبت وانا اليوم روحه وجيات، ودي برخصه منك لو ست ساعات، ان كان لي عندك معزه ومقدار. الله اكبر، الله اكبر. قدمت معروضي لعادل براشي وقلت برخصه وانا اليوم ماشي، قال انت يا مجنون ما بك ولا شيء، احذر من اللفات يمين ويسار. عودت روح الخالد الاسمراني اللي نظر فيه وهرجه كواني، قلت لعن الشيطان يا مودماني، ولين هرجه لي كما شعلت النار. عودت جيل الدهلوي واستعدت، قلت السلام وليتني ما تعنيت، قال انت لو وجهك سمحك انا ما جيت، دايم تبي رخصه وعندي لك اخبار. نادى الرقيب وقال جيبوا ملفه، وخذ ملفي ثم حطه بكفه. قال انت ما تحضر لي يا تصفه، دايم تغيب بالليالي والادوار. قلت الحقيقه ما حصل لي مراد.